السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في وورد ويز ابدو. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نتعلموا كيفاش نديروا لي زونتات ولي بي دو باج في مايكروسوفت وورد، اللي هما هذوك المساحات اللي جو اعلى واسفل الصفحه نكتبوا فيهم المعلومات اللي حبينا. هاد لي زونتات ولي بي دو باج يسحقهم بزاف الناس اللي يخدموا في لي ميموار ولا البحوث ولا حتى الناس اللي يكتبوا كتب ولا مقالات. تبعوا معايا. الملف اللي راح نخدم عليه اليوم ان شاء الله هو هذا تعريف الجزائر اللي جبته من موقع ويكيبيديا. هاوليك عندي فيه 6 صفحات كما راكم تشوفوا. هذا الملف حبيت نزيد له انونتات وان بي دو باج اللي هما الرؤوس والتذييلات باللغه العربيه. باش نزيد اونتات في مايكروسوفت وورد سهله بزاف، واش ندير؟ نحط لو كورسور تاعي الفوق كاع في لاباج وندوبل كليكي هنا في الفيديو وين ما كان والو ندوبل كليكي هكذايا جيني اون زون دو سيزي. هذه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه اللي راح نكتبوا فيها لونتات تاعنا. صح انا نكتب بالعربيه، واش ندير؟ نروح لاكوي نقلب لورينتاسيون نديرها لك دو دروات ا غوش باش نكتب بالعربيه، ومن بعد واش ندير؟ نكتب بايزومبل الفصل الاول. هذو اللي يستعملوهم في المذكرات باش يكتبوا اسم الفصل في كامل الصفحات. ها نكتب الفصل الاول تاريخ الجزائر هكذا، وندوبل كليكي برا، نعاود ندوبل كليكي في التكست تاعي باغ اكزومبل. ها الفصل الاول تاريخ الجزائر. واش تلاحظوا دوكا؟ الهدف تاع لي زونتات هادو باش تكتب لي نفس المعلومه في كل الصفحات. ها انا كاتب هنا الفصل الاول تاريخ الجزائر، نهبط للصفحه اللي موراها نلقى نفس المعلومه الفصل الاول تاريخ الجزائر، كل صفحه فيها نفس المعلومه اللي كتبتها انا في لونتات. اذا هذا هو الهدف تاع لونتات تاعنا ولا رؤوس الصفحات. صح نزيد نشبهها شويه باش تخرج شابه. هاليك باغ اكزومبل نزيد لها في حجم الخط هكذا، نكتبها بالخط العريض. نقدر ما نزيد نشبه هذا العنوان تاع الفصل الاول، نزيد له خط من الطرف للطرف. هذه اللي يستعملوها بزاف في المذكرات. وين راه؟ نروح الفوق راني في لونجلي اكوي، نروح لهنا وين كان بوردور، ندير هذه بوردور انفيريور. هذه غير نعبز بوردور انفيريور، تلاحظ باللي ولا عندي سطر تحت العنوان تاع الفصل الاول اللي هو تاريخ الجزائر. هاك ندوبل كليكي نلقى باللي ولا عندي تحت سطر. نحب نمودي في هذا الخط هذايا، نديرو زعما زوج خطوط ولا نديرو خط خشين. واش ندير؟ نروح لاكوي نعاود نولي لهذيك بوردور اللي درتها، نعبز هذه بوردور اترام، هذه الاخرى كامل في القائمه، نعبز بوردور اترام. ومن بعد واش ندير؟ هنايا وين كاين ستيل نخير نوع الخط اللي يعجبني. باغ اكزومبل نخير هذا، عندي زوج خطوط هاليك، خط خشين وخط رقيق، وندير اوكي. من بعد نعاود نابليكي لا بوردور تاعي، نعاود نعبزها هنايا، وتلاحظ باللي ولا عندي خط رقيق وخط خشين. نحب نبدل باغ اكزومبل لون الخط، نروح لهنا بوردور اترام هكذا، نروح الكولور يمكن اوتوماتيك نديرها اللون اللي حبيت. باغ اكزومبل حبيت هذا اللون ندير هكذا مارون هذا باغ اكزومبل. اوكي اوكي نعاود نابليكيه كالعاده. هاوليك ولا الخط تاعي مارون هكذا كيما راكم تشوفوا، ولا عندي عنوان الفصل الاول يطافيشا في كل صفحات الملف تاعي تاع مايكروسوفت وورد. اذا هكذا خاوتي نكونوا شفنا اول طريقه تاع كيفاش نديروا رؤوس الصفحات في مايكروسوفت وورد. صح ودوكا راح نشوفوا ثاني طريقه واحده اخرى اللي نديروا بها لي زونتات في مايكروسوفت وورد. نعاود نحي لونتات الاول اللي درتو، هاوليك نفاصل كلش، نعاود نحي ثاني هاد لا بوردور، ندير اوكين بوردور هاليك اوكين بوردور، نحيت كلش. اوكي اوكي وشنو هي الطريقه الثانيه؟ نروح الانسرسيون هنايا الفوق لونجلي انسرسيون، نخير اونتات هذه، هاد لو بوطون هذا تاع اونتات، غير نعبزو يخرجوا لي بزاف لي شوا تاع لي زونتات. هادوما كامل نقدر نابليكيهم على الفيشي تاعي. باغ اكزومبل اللي عجبتني نقدر نابليكي باغ اكزومبل هذه باغ اكزومبل خيرها اوكي، غير نسيليكسيونيها تلاحظ باللي تابليكات لي اون اونتات هنايا. نعاود نكتب هنايا الفصل الاول، هاليك نمحي الكتيبه هذه، نكتب الفصل الاول تاريخ الجزائر اوكي ونخرج هكذايا. تلاحظ باللي هذا ستيل تاع اونتات لي بروبوزاو لي مايكروسوفت وورد. هاليك رقم واحد هو رقم الصفحه، ومن بعد انا نكتب هنا واش حبيت. الصفحة الثانية يكتب لي رقم 2 كما راكم تشوفوا، الصفحة الثالثة رقم 3 وهي راها. إذا مايكروسوفت وورد يبروبوزي لي تاني لي زونتات مخدومين من عنده أنا نعمرهم برك. هاليك باغ إكزومبل نحي هاد لونتات، كيفاش نحيو ديجا أونتات؟ نروح لانسيرسيون، حبيت نحيها باغ إكزومبل، ها نروح لانسيرسيون هنايا، نروح لوين كاين أونتات، نعبز لا دانيير هادي سوبريمي لونتات، هادي غير نعبزها سوبريمي لونتات. نعاود باغ إكزومبل نخير أونتات واحد آخر، كاين هذا باغ اكزومبل اللي فيه 3 كولون، هذا نقدر نكتب فيه باغ اكزومبل 3 معلومات واجدين. قال هنايا باغ اكزومبل نكتب مذكرة تخرج، هنايا نكتب جامعة الجزائر، هنا نكتب الفصل الأول تاريخ الجزائر.
اوكي نعاود ندوبل كليكي لداخل. هاك تلاحظ مذكره تخرج جامعه الجزائر الفصل الاول تاريخ الجزائر راهي مكتوبه في كامل صفحه الملف. اذا انت واش دير؟ انت حبيت دير ان اونتات لازم تعرف نوع اللونتات اللي حبيت ديرو. الا كان سامبل دوبل كليكي برك وكتب واش حبيت وسطرها وستيكيها وكذا. والا حبيت وورد يبروبوزي لك دي زونتات راه الانسيرسيون كما درنا دوكا اونتات وخير لونتات اللي عجبتك. اذا هذا بالنسبه للجزء الاول من الدرس تاعنا اللي هو لي زونتات. دوكا نفوتوا الجزء الثاني من الدرس اللي هو لي بيي دو باج ولا التذييل. واسمها بالعربيه التذييل جايه من كلمه ذيل ثم جايه في اخر صفحه. صح وشنو هما لي بيي دو باج؟ لي بيي دو باج هما معلومات كاينين في اخر صفحه. هذه المعلومات يقدر يكون رقم الصفحه يقدر يكون اسم الفصل يقدر يكون تاريخ اليوم تقدر تكون اي حاجه حبيت انت ديرها. كيفاش نسيريهم؟ نفس الطريقه اللي درنا بها لي زونتات. هاك ندوبل كليكي هنايا في اخر صفحه غير ندوبل كليكي يجيني ان كورسور نكتب به. انا واش نكتب؟ نكتب هنايا تاريخ شهر انا اليوم نكتب لو 14 2 2022 هكذا. ولا عندي ام بي دو باج فيه التاريخ في نهايه كل صفحه. هاك نروح الصفحه الواحده اخرى نلقى نفس الشيء نلقى التاريخ وهي رايحه. اذا هذا هو لوبجيكتيف تاع لو بي دو باج نكتب المعلومه اللي حبيتها في لو بي دو باج تاعي. ونفس الشيء ثاني كما شفنا في لي زونتات لو بي دو باج كي نحمل سوبريمي نروح لهنا كاين بي دو باج ندير سوبريمي لو بي دو باج هادي غادي سوبريمي. نحب ثاني نزيد دي بي دو باج من عند الوورد. الوورد هو اللي مدهم لي واش دير؟ هاك نروح الانسيرسيون لونجلي انسيرسيون هنايا نروح لهاد الفليش هادي تاع بي دو باج نعبزها يعطي لي بزاف لي شوا تاع لي بي دو باج. باغ اكزومبل نخير هادي هادي شابه ونكتب فيها بتاريخ نقاط 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 نكتب فيها واش حبيت. هايليك ولا عندي رقم الصفحة زائد لو بي دو باج. هايليك صفحة رقم واحد مكتوبة بتاريخ كذا وكذا صفحة رقم اثنين نفس الشيء وهي رايحة. نحب تاني ندير دي موديل واحد اخرين. هايليك نروح لهنايا انسيرسيون بي دو باج نسوبريمي هاد لو بي دو باج نروح لبي دو باج تاني نعاود نخير واحد اخر. هذا باغ اكزومبل فيها تروز انفورماسيون نخير هذا باغ اكزومبل. نقدر نكتب فيها هادي تاريخ تاع اليوم باغ اكزومبل بتاريخ كذا منعمل هيك. وهنايا نقدر ثاني نكتب الجامعه باغ اكزومبل جامعه الجزائر. وهنا نكتب مذكره تخرج هكذا طابي ايسي نكتب مذكره تخرج. اوكي اوكي هكذا درت ام بي دو باج بيرسوناليزي. ولو كان ثاني حاب ندير ترقيم الصفحه في لو بي دو باج تاعي واش ندير؟ نروح الانسيرسيون ناحيه لو بي دو باج اللي راني فيه دوكا باسكو ما فيهش. هاوليك ندير سوبريمي لو بي دو باج ومن بعد نعاود نولي الانسيرسيون بي دو باج نخير موديل اللي فيه رقم الصفحه. قال باغ اكزومبل هذا فيه رقم الصفحه. هايليك نيميرو 1 وهنايا عندي كتيبو نخيرو. هايليك نيميرو 1 رقم الصفحه هذه بتاريخ نبدلها نديرها حاجه واحده اخرى ندير جامعه الجزائر. اوكي ندوبل كليك لداخل ولا عندي كل صفحه عندي فيها اونتات هكذا كيما راكم تشوفوا. عندي فيها ام بي دو باج اللي فيه رقم الصفحه ثاني. هايليك رقم 2 جامعه الجزائر رقم 3 جامعه الجزائر وهي رايحه. وشوفوا ثاني حاجه قبل ما نكملوا الدرس تاع اليوم اللي هي كي درت انا لونتات هذا كتب فيه الفصل الاول تاريخ الجزائر. في حاله ما اذا كان عندي الفصل الاول والثاني والثالث في نفس الملف راح تكون صعيبه باش نبدل لونتات تاع لاباج كل ما يتبدل الفصل هكذا. انا دوكا باش نخدم خدمه سامبل واش ندير؟ نقسم الميموار تاعي لثلاثه. قال عندي ثلاث فصول ندير ثلاث ملفات كل فصل ندير له ملف تاعو ونكتب له لونتات تاعو باش هذاك لونتات يتعاود لي غير في الفصل الاول. الفصل الثاني يكون في شي سيباري وحده تسمى لونتات تاعو يتعاود لي غير في الفصل الثاني. والثالث نفس الشيء. هذه برك ملاحظه خفيفه للناس اللي يخدموا لي ميموار وحبوا يديروا فيهم لي زونتات ولي بي دو باج. وهكذا خالتي نكون وصلنا الى نهايه الدرس تاعنا تاع اليوم اللي هو لي زونتات ولي بي دو باج بالعربيه هما رؤوس وتذييل الصفحات على مايكروسوفت وورد. اللي عجبته هذا الفيديو يكليكي او مواجهه ويدير لنا سبسكرايب باسكو مازال لي فيديو واحد اخرى ان شاء الله في تكوين مايكروسوفت وورد من الصفر. اللي عنده اي استفسار ولا سؤال يخليه لي تحت في كومونتير. نتلاقاو في لابروشان فيديو ان شاء الله. سلام.